مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم وحبابكم عشرة من السعودية الرياض، قناة السعودية 24، قناة السودان 24 الآن، لكل زول في كل مكان. أهلا بكم ومرحبا بكم، كل يوم سهرانين معاكم أنا وناهد إن شاء الله. أراكم ملاحظاتكم بتهمنا شديد جدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ان شاء الله الليله تكون سهره جميله ولطيفه. مساء الخير عليك يا ناهد. اهلا كيف؟ وسهلا، مساء النور عليكم، مساء سعيد عليكم، ان شاء الله سهره سعيده نتمنى لكم من قناه السودان 24 الان وهي ضمن قنوات السعوديه 24. احلى مساء دائما هو بيكون معكم، تقبلوا دائما تحيات التيم العامل في سهرات سهرانين. ان شاء الله يومنا اليوم حنتكلم عن صادرات السودان ما بين العقبات اكيد والوصول للعالم، ونحن نعرف تماما انه السودان معروف بموارده المستقله الزراعيه ايضا حيوانية وما إلى ذلك حتى المحاصيل، فما في شيء قاعد يتم بالساهل، دائما بتكون في مشاكل، في معوقات، في صعوبات، ولكن منتجاتنا ممكن تكون في السوق العالمي إذا عرفنا الكلام ده. مع ضيفنا داخل الاستوديو الأستاذ عبد الرحمن محمد، مدير عام المركز السوداني لتعقيم الصادرات البستانية. مساء النور عليك. مساء النور، مساء النور على سودانية 24 الآن. وحقيقة نشكركم للدعوة وللاستضافة، وإن شاء الله نقدر نعكس الشيء اللي عندنا في السودان والحاجات المتوفرة والفرص المتاحة، الناس اللي ممكن تستفيد منها إن شاء الله. سعيدين بوجودك والله معنا، كما برضو معنا اتصال عبر الهاتف دكتور برير آدم إسماعيل، خبير الإعلام الاقتصادي ومستشار التطوير، عبر الهاتف إن شاء الله حيكون معنا ويفيدنا كمان برضو بمعلومات جديدة. ايضا حيكون معنا عبر الهاتف راجح عزنوب الحربي، رجل اعمال، ان شاء الله حيكون برضو معنا عبر الهاتف. بدايه من نحب نستقبل ضيفنا بهديه من الكنترول ولعيونكم انتم كمان، وبنرجع نتواصل معكم. اعزائي المشاهدين، اغنيه جميله واختيار موفق وجميل، افتقدتك من الاغاني الجميله محمد عبد العزيز الراحل. اكيد موضوعنا اليوم طبعا ما عايزين نقول هو موضوع شائك او صعب، لكن اكيد فيه كثير من المعوقات، فيه الصعوبات، ولكن ممكن بالاراده، بالتنفيذ، بالمراجعه، بالمحاسبه، حاجات كثيره اداريه ممكن احنا نتجاوز خطوات كثيره ونبعد عنها كثير جدا. يعني احنا عايزين فعلا الناس تنتبه لما نقوله الليله، لانه من الناس هم اصحاب الوجعه زي ما بقول. ربنا حبانا كمان اصلا بطبيعه جميله، وراضي خصبه ومياه عذبه، كميه من الحاجات اللي بتحلينها فرصة إنه ممكن نحن نزرع أي شيء، ولسه ما اكتشفنا، يعني في زراعات تانية مفترض إنه إحنا نجربها ما اكتشفناها برضو كمان كويس. برضو كمان فيها إيجابيات، لحتى الموجود بالشكل البسيط ده فيه إيجابيات برضو كمان، الإيجابيات اللي ممكن تكون يعني تتيح لنا فرصة إننا نصدر منتجات سودانية خالصة. لكن زي ما قالت ناهد، احنا كده نشوف العقبات اللي ممكن تواجه الحاجات الجميله دي. نحن قبل ما نتكلم في العقبات نتكلم في اللي عندنا شنو، والحاجات اللي عندنا ما بسيطه، الحاجات اللي عندنا كثيره لكن بسيطه الاعداد، لكن كانتاج الحمد لله عندنا انتاج وفير. زي ما تفضلت موضوع المويه والارض والمناخ الملائم والمناسب للانتاج بالذات المنتجات الاستوائيه. ومن ضمن الحاجات اللي برضو تفضلت إنها الممكن تكون وما كانت الآن بالنسبة للمنتجات عندنا، نحن مناخنا ملائم بالنسبة للأفوكاتو، صنف الأفوكاتو صنف عالمي في التسويق ومطلوب عالميا. بالنسبة للقشطة عندنا أصناف كثيرة دلوقتي، نحن بدينا نجيب شتول وبدينا نعمل في تجارب في مناطق مناخ ملائم، مناطق جنوب ولاية سنار بدينا في ترتيبات للأفوكاتو وللقشطة، جبنا شتول من برا وشغالين عليها برضو بنضيف منتج كبير لمنتجاتنا البستانية اللي هي المتوفرة. وهنا يخطر سؤال، هون احنا اللي عندنا عملنا فيه شنو عشان تاني نقوم نجيب ونزيد منتج تاني؟ نحن خلانا برضو نجاح المنتج وملائمة مناخنا له وتوفر الأسواق قريبة بالنسبة له، لكن الحمد لله عندنا انتاجات كثيرة وعندنا انتاج كثير فاقد فرصه في الأسواق العالمية وحتى الأسواق العربية القريبة لنا. نحن قد نكون ما لنا وجود، ودي حاجة تحس في كل الناس، في كل السودانيين. جينا الرياض وقابلنا
اخواننا كثير من السودانيين من المستوردين ومن ومن المواطن السوداني العادي اللي هو هنا لما يمشي يخش الاسواق بيزعل. يعني ما في منتج سوداني، ما في منتج بستاني سوداني، يعني جينا هنا او محاصيلي او ثروه حيوانيه مثلا. أيوة. ده قطاع ثاني وقطاع كبير، نحن قد تكون معلوماتنا فيه ما كثيره، نحن تخصصنا في الشغل شغل البستاني، لكن هو متوفر في شغل كثير بالنسبه للثروه الحيوانيه. انا شايف شايفه انكم لكم علاقه ايضا غير بالمانجو، وعندكم علاقه بالموز، يعني مطلوب عالميا بصوره كبيره جدا ومطلوب في المنطقه العربيه وافريقيا موز السوداني. تجربته كيف؟ المعوقات الممكن ده صادر، دي تنميه بتاعت صادرات، ليه احنا دائما واقفين في رصيد في الرصيف بتاع الانتظار في انه حاجاتنا تمشي برا؟ لحاجات كثيره، لادوار كبيره اساسيه مفروض من الدوله تكون وما بتكون. دي كل المشكله. نحن بالنسبه للموز السعوديه مثلا بالنسبه للمملكه بتستورد ما اقل من 200 الف طن في السنه من الموز. نحن اكبر رقم حققناه في السودان كصادر ليه كان 26 الف طن، والناس كانت مبسوطه جدا بانه الكميه وشايفه انها حققت حاجه. وعايد عايد انشانا محطه في قريه الصابونابي جنوب سنجا، محطة لإعداد الموز للصادر بطاقة إنتاجية 200 طن في اليوم، وكان الاستهداف كله سواق المملكة العربية بحكم قربها، لأن نحن من سنجة عشان نصل جدة ماكسيموم بتكون 4 يوم 3 يوم نقدر نوصل كواليتي عالية بتكاليف أقل بحاجات سوق مفتوح وسوق مفتوح وسوق كبير وما سوق بسيط. ونحن الحمد لله نمتاز بموز يعني أورجانيك طبيعي، تنقصنا الشهادات فيه ولكن جودة عالية، نسبة السكر عالي، يعني كثير من السودانيين وأخواننا اللي بيسافروا وبره وبيرجعوا لما تجي السيرة ويجي النقاش ويكون في موز قدام الناس يقول لك الموز بره ما زي حقنا. ودي حقيقة، يعني طاعم زي ما بقول لك طاعم، نسبة السكر الفليفر فيه عالية. نحن اتجهنا على أساس نعمل الكلام ده وعملنا المحطة دي بتكلفة مالية كبيرة. شاء الغدر زرعنا مساحة كبيرة وعملنا زراعات تعاقدية. النيل فاض، النيل الأزرق السنة اللي فاتت فاض، دمر كل المساحات المزروعة في القرية حوالي 1100 فدان، ودي على أساس المساحة دي كانت اتعملت المحطة عشان يكون في صادر، ومع كل أسف المحطة الآن واقفة ما اشتغلت. هل ما قمتوا بعمل أصلا حواجز الفيضان؟ ما هو ما هيجي يعني فجأة متوقع. نعم. كل سنة. نعم عملنا، نحن ترسنا 11 كيلو، جبنا كل الآليات الممكنة وبمجهودات مزاتية، يعني ما في جهة يعني كل السنة فات ما كان متوقع إنه يجي بالصورة، ما كان متوقع بعد سد النهضة والتخزين وكده، وبعدين عدم توفر المعلومة بالنسبة للرصيرس حيفتح بوابة 200 حيعمل كذا، الموية ارتفاع شنو، برضو المعلومة كانت فيها مشكلة عشان تتوفر. ليه؟ قلت حاجة مهمة، شوف كلمة معلومة دي، أنا الليلة لو فعلا أملك معلومة أتفادى ده مشروع كبير جدا، أتفادى خسارة كبيرة جدا للبلد وليس لك. نعم ما لينا، نحن في النهاية وشغالين في مجال في حتة تانية وعندنا مجال تاني شغال، لكن الواحد بيزعل لما مشروع كبير زي ده وبحقق عايد وبحقق بوفر فرص بتاعت عمل ما أقل من 300 من العنصر النسائي. سلام. 300 من طيب الدراسة للمشروع ذاته مش مفترض يكون عاملين احتياطي ويتوقعوا انه النيل يفيض وكذا وهناك؟ ونحن عارفين سلفا انه النيل ده ممكن يعني يغدرك في اي وقت من الاوقات. نعم ووصل مناسيب اكبر من السنة اللي فاتت في صح في السنين المضت. نعم وين الناس المتخصصين اللي ممكن يعملوا دراسة عشان تحمي ممتلكاتنا الزي دي؟ يعني مثلا المتخصصين موجودين والناس المتخصصة جهات كثيرة تعاوننا معاه في كيف نحن نعمل الدراسة، واشتغلنا مع شركات بتاع طرق وجسور ومقاولات وفرت لنا الآليات وبرغم ما كان بسيط وتوفرت، ونحن شغالين ترس في 11 كيلو. عدم الشغل في مجموعة يعني ما كان في تناسق ما بيننا وما بين الدفاع المدني ما بين كذا عشان جهات تعاونك، حتى زي ما قبلك في المعلومة يا جماعة حنفتح بوابة كذا وحنفتح بوابة كذا، المنسوب حيعلى. أيوة دي ما بتتوفر ما بتفادى بها خسارة كبيرة. أيوة بتتفادى بها خسارة كثيرة. حس شوف الضرر ما جاء علينا، الضرر جاء على الغارية. نحن متعاقدين مع 114 مزارع من صغار المزارعين اللي عنده فدان واللي عنده 2 واللي عنده 3. الناس دي كانت يعني بدينا زراعة الموز، والموز الحمد لله مشى
عمل يعني كان خلاص بدأ ينور يعني باقي له شهر شهر ونص اشتغل. الناس كانت زارعة تحت الموز اللي هي بسموها الزراعة البينية، زارعين خضروات، زارعين شطة، زارعين طماطم. ما تتخيل إن إحنا ما حزننا على نفسنا، حزننا على الناس دي جاية طالعة من طالعة من المزارع. ما تخيل المنظر كيف يصير، طالعة من المزارع اللي هي دخل عليها النيل والنيل ماشي داخل عليها. يعني حتى جاء خاطر الواحد في باله الناس دي حتعمل شنو؟ عايشة عليهم. واحد الناس دي يعني مرقت وما حترجع إلا بعد أربع شهور خمسة شهور النيل يزيل، حتعمل شنو؟ عندكم أبو حجار، الدبيبة، دونتاي، كركوج، دي نعم. كلها مناطق مشهورة بالموز يعني نعم. وكلهم زارعين موز. سنار نعم. سنار سنجة نعم. لحد سنار سنجة نعم. حد جنوب الجزيرة. واخترتوا منطقة في النص، اخترنا منطقة من أجود المناطق في زراعة الموز، سنتر سنتر، هي سنتر مجد المناطق. والموز ومساحة كبيرة 1100 فدان، الألف ومية فدان تغدر إنتاجيتها في السنة، يعني برغم الفدان بدينا ما أقل من 50 طن. لما نقول في 50 طن في ألف، ألف ومية فدان، في ألف فدان 50,000 طن، دي في غرية واحدة على ضفاف النيل الأزرق. والنيل الأزرق تقريبا من بدايته مع الحدود السودانية 1400 كيلو، 1400 كيلو لو خدت على الجانبين على ضفاف النيل 2800 كيلو، لو قلنا 2000 وخدنا كيلو أو 2 كيلو من ضفاف النيل، نحن عندنا مساحة ما أقل من 500,000 فدان تزرع بالموز. في 50 طن، في 50 طن للفدان هتلاقي معانا رقم كبير جدا ممكن يبان حتى في العايد. الموز فترته كم؟ سنة، ولا عمره مما يتحصد مما يتزرع لحد ما لحد ما تحصد. في أصناف بتحصد معاك في 12 شهر وفي أصناف بتحصد معاك في 18 شهر من بداية المشروع. طب تشغلين في علم في الفواكه البستانية، أكيد من المشاكل غير ما نجي بعدين المشاكل والتعقيدات والصعوبات، في مشاكل بتواجهكم أنتوا ذاتكم كمستثمرين في هذا المجال، منها نقول ذبابة الفاكهة، ودي طبعا أكيد بتقلل الإنتاجية، مكافحة نفسها عندها شغل كثير جدا جدا، كلمنا عنها ولأنه مهم جدا يعني في إنها أنا ما عايز أزيد إنتاجيتي لكن أنا لابد أكافح كثير من الأمراض. شنو الحاجات برضو في المناطق اللي أنت ذكرتها دي غير الذبابة، شنو تاني في حاجات بتكافح أو من قبلكم محتاج الجهد؟ التوعية والإرشاد الزراعي، يعني البحث العلمي، يعني مثلا تنقصنا حاجتين في السودان أو في أدوار وكانوا موجودات وهم يستيل موجودات، لكن موجودات كأسامي وكمكاتب وكعدد من المهندسين ما متوفر لهم، مرتباتهم ضعيفة، ما متوفر لهم وسائل بتاعت نقل عشان يمشي يرسد، يركب عربية، يركب أي حاجة يصل المنتج أو يصل المزارع عشان يشرح له ويرشده، أعمل كده، رش به كده، نظف كذا، عشان يزيد أول حاجة يزيد الإنتاجية في الفدان بتاعه، وتاني حاجة يطلع بكواليتي وبمواصفة أعلى تدينا مطابقة للمتطلبات العالمية بالنسبة لصادر الموز. طيب العزلة العالمية دي أو فرض الحظر ده أثر على الصادرات؟ أثر على صادرنا تحديدا؟ والله يا أخي هي ما في تأثير، يعني تأثير واضح يقول عليه ما في. هي المشكلة أنت كيف توصل المنتج بتاعك ده للجهة اللي أنت مستهدفة بمواصفة عالية حسب طلبه هو وجودة. بعد كده الحاجات دي كلها الناس بنقول لها حلول، حظر غيره، بتلاقي حل. يعني ما ممكن يوقفنا، ما ممكن يوقفنا. ونحن أساسا مستهدفين الأسواق العربية اللي هي الحوالينا، ودي ميزة كبيرة نحن ربنا هبانا بيها. نحن موقعنا الجغرافي قريبين لكل الأسواق العربية والأسواق العربية نعم. الأسواق العربية مستهدفة من أمريكا اللاتينية، مستهدفة من دول شرق أوروبا، آسيا، مستهدفة من أسواق بعيدة ترانزيت تايم عشان يوصل هو ببضاعته للسوق العربي ما عاوز لهم أقل حاجة شهر. ده بيجي على حساب النقل، بيكون النقل سعره مرتفع، يجي يرجع تاني للتكلفة إنه منتج يوصل بسعر عالي بالإضافة للجودة. عفواً الجودة برضو بتكون أقل. حكاية إنه منصدر لدول تانية وإمكانية الوصول في وقت مناسب، وتحدثت عن الجودة،
التعقيم. واحدة من الحاجات المهمة جدا الآن السعودية مثلا كسوق أنت بتتكلم عنه، هي الآن ما بتفكر بس في الحياة في أي شيء، حتى في حياة، حتى في رؤية 2030 هي عايزة جودة أي شيء، عايزة جودة الصحة، جودة المأكولات، جودة التعليم، جودة، بالتالي جودة ما يدخل لها في البلد، وأنت عارف الرقابة هنا قوية جدا جدا. التعقيم دي واحدة من الحاجات ممكن يعني تواجه هناك. نعم. بتواجهكم في السودان يعني، او عندكم عديل مكان او مصنع عديل للتعقيم؟ نعم، نحن بفضل الله وصلنا لحلول كثيره. لما بدينا في الشغل البستاني شفنا المعوقات وشفنا المشاكل، وكانت اول حاجه من ناحيه التعبئه والتغليف والكواليتي كان الشغل في المانجا الفريش، في المانجا الفريش، في الموز، في الباميه، في الورقيات، بعض الورقيات كده. قدرنا نحل كثير من المشاكل، وقدرنا نحقق متطلبات الغذاء والدواء بالأخص في المملكة بالحمد لله. وحتى بدينا في شغل added value للمانجا، اللي هي تصنيع المانجا، تصنيعها بتجميلة، وأول 25 طن دخلناها في المملكة في اليومين الفاتوا، ودخلت لتحليل وتحللت المانجا في الغذاء والدواء، والحمد لله حققنا جودة عالية. ممكن نشوف الفيديو قدامنا وتشرح لنا جدا. أيوه. دي المزارع عندنا هنا في السودان، الحمد لله بقى في تطوير كبير في المزارع، وبقت أعلى تغنية موجودة في الزراعة من ناحية الري بالتنقيط، الكثافة، عدد الشجر في الفدان، الارتفاع بالإنتاجية. بالنسبة للأصناف استوردنا أصناف كثيرة، البلد استورد أصناف كثيرة من برا مختلفة غير الأصناف حقتنا اللوكل اللي هي محلية. المحلية زي السمكة، جاتنا الأصناف الأجنبية الكيت والكنت والتومي، ودي برضو بميزاتها. ده الغسيل هنا؟ ده الغسيل لصنف أبو سمكة، هنا مرحلة الغسيل. تبخير؟ بعدي على ثلاثة مراحل. التبخير كان في المرحلة الأولى في الفيديو، كانت في المرحلة الأولى التبخير المانجا، ممكن برضو نشوفها. دي هنا المانجا داخلة للتصنيع، بتجي المانجا الناس بيستقبلوها، بتقعد 3-4 يوم لحد ما تستوي، بعد يستوي بالذات فيها نسبة السكر وكده. ده من الأصناف الأجنبية، هي الصنف التومي. دي هنا البخار، الغرفة تحت البخار اللي هي فايبر هيت تريتمنت، معالجة للمانجا. ده الجهاز اللي بيشغل الوحدة تحت التبخير. التبخير دي بتقضي على ذبابة الفاكهة، وبتقضي على جزء كبير من البكتيريا. أي بكتيريا بتموت تحت درجة 50 بتكون ما موجودة عندنا. دي هنا بعد تتم عمليات التعقيم. دي هنا التعبئة للصادر. الحمد لله قدرنا نطلع بكواليتي كويسة، نطلع بمواصفة، والكلام ده جاب مجهود كبير وجاب فريز وإرشاد. وزي يعني الحكاية ما كانت سهلة، كانت شوية صعبة، والحمد لله قدرنا نصل. ده المصنع في مدرومان، SHS تصنيع التبريد والتلج. ده المحطة، هنا بتتم عمليات الشغل، التجميد، المانجا، هنا الفرز في الأول، الغسيل، نفس المراحل. بعد كده بيجي للتكشير والتقطيع. ده صنف بسمكة من أجمل الأصناف. نحن عندنا ميزة أكبر اللي هي موسمنا بكون 9 شهور في السنة، ودي موسم طويل مقارنة بالدول الحوالينا. التقطيع يدوي على مستوى العالم، التقطيع يدوي. ما في جهة عشان تعمل شغل تجاري بكميات كبيرة من الأطنان لازم تكون بيعتمد على العمالة، والعمالة دي الهاند كت دي ميزة في أوروبا، إنك شغلك هاند ميد، يعني ما هي ما دام أنت عامل بكل المحاذير. أيوة. اللي هي جونتيات الكذا دي بيساعد كتير في الفريز كمان. أيوة. وبعدين أنت شوف يعني عدد العمالة الشغالة سواء كان سيدات أو شباب، فده برضو يعني فيه خدمة للبلد من ناحية إنه يكون في ده. أيوة. هنا النفق تجميد IQF، نفق سويدي من أعلى من اعلى الانفاق الموجوده جوده في العالم، ومواصفه. هنا المانجا بعد عمليه التجميد طالعه ب -40 من النفق، بتخش على مكنه التعبئه. زي ما ملاحظه ما في حاجه يدوي، هي المرحله الاولى اللي كانت فيها. نعم. الباقي الات، الباقي كله الي، تعبئه اليه. دي ماكينه اوروبيه، ماكينه ايطاليه بالنسبه للتعبئه. بيتعبى مكعبات ولا بتخلط خلاص؟ مكعبات 450 جرام، بتمشي لجهات محدده عايزه مكعبات. عايزه مكعبات بالنسبه للحلوانيه، لكذا، للناس اللي بتستخدمها. دي عبوتها 450 جرام موجوده الان في الرياض. ده بالنسبه للب المانجو، وهنا يغال عليهم مطحون.
فدينا برضو الانتاج برضو كله يدوي، ما في يدوي يعني تعبئه اليه نظيف كله يعني. لا الحمد لله كان ده في الفرز في البدايه، في الفرز يعني في البدايه، لكن نعم. الحمد لله قدرنا نصل للكواليتي، سجلنا المنتج في امريكا. جميل. في الاف دي اي. في خطط ثانيه لمشروع ثاني للتعليب؟ بس يا ابراهيم دقائق نتكلم بس عشان انا حنزله، اللي هو نحن ما حنجيب اسم المنتج طبعا، لكن هو ده بيجي كده يعني كدا. اللي هو بيقول عليه شنو؟ لا الاسم هو بيكون فرص. مخلوط يعني مخلوط ومعبى ويجمد ويباع في البقالات يعني. نعم. هسي القصد من حلقتنا ومن اللي احنا بنتكلم عنه في انه نحن بدل ما نودي خام، يعني مثلا لو جينا تكلمنا في مجالات تانية، يعني بدل ما نودي حتى مانجا خام احنا ممكن نخلطها وتصدر. عندنا السمسم بنشوفه طحينة في كثير. نعم. من السوبر ماركت والبقالات هاي قاعد كطحينة. نعم. لين احنا ما نوديه كطحينة، ما عندنا موجود الان في السودان موجود. نعم. بس لسه الصادر مثلا ممكن متفتح الان، بتشوف مثلا بتلقى في كثير من الطحينة في السوق وفي. نعم. البقالات بتلقاها ميد ان مثلا اي بلد، بس ما بتلقى. أيوة. السعودية، وكذلك الصمغ، وانت شفت الحاصل عليه. نعم. الفول السوداني، زبده الفول السوداني. نعم. تجينا من حتى حتات ثانيه. نعم. صار في حتات ثانيه. نعم. حتى الخروف يا ابراهيم بدل ما يمشي خروف حي يمشي كوارع، يمشي كبده، يمشي ام فتفت مراره، يمشي الراس براهو، يمشي شنطه، يعني يمشي كله معلب، يمشي شنطه، يمشي جلد ممكن. انا بس بقصد ايوه يلا دي كلها. ده الغرض الليله من حلقتنا، في انه نحن عايزين نعرف يلا وين المشاكل، في انه نحن صادراتنا ما لاقيه، مش ما لاقيه سوق عالمي، في سوق عالمي لكن في مشكله في التصدير، معوقات في وتعقيدات، حتى يمكن نقول عليها شنو، بيروقراطيه، واحده من اول المشاكل اللي ممكن نلقاها في الشغل، خصوصا احنا شايفين نموذج قدامنا هنا وما شاء الله هسه يشتغل، شفنا الفيديو كويس، والنموذج ده هو كسر كل القواعد وكسر كل الكلام السابق. نعم. ان احنا ما بنقدر نصدر. نعم. طالما في امكانيات زي دي. معنا هاتف دكتور برير آدم إسماعيل عبر الهاتف من مدينة الرياض. طيب أهلا أستاذ، أهلا دكتور برير آدم إسماعيل، خبير الإعلام الاقتصادي ومستشار التطوير، أهلا وسهلا بك ومرحب بك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إبراهيم، والتحية للأستاذ ناهد وحياكم الله. يا أهلا بك وسهلا أستاذ برير. يعني إحنا شايفين المنتجات السودانية يعني هي تنافس فعلا المنتجات الأخرى عالميا، ولكن كثير من المشاكل تواجه مسألة التصدير بالنسبة لهذه المنتجات بحيث أنها تجي سوق عالمي. نعم والله هو الموضوع مهم جدا أنت طرحته، ونشكركم عليه ونشكر الضيوف الكرام. المنتجات السودانية مش هي منافسة فقط، المنتجات السودانية متميزة عن كثير من المنتجات في دول أخرى، وما يميزها أنه معظم المنتجات السودانية يمكن منتجات طبيعية يعني اللي هي ممكن تكون على صفة الأورجانيك، منتجات ما فيها تدخل كيميائي، ما فيها تدخل أسمدة ومبيدات وأشياء كثيرة، فبتكون بطبيعتها، فهذه ميزة قل ما توجد في كثير من الدول. الدول كلها الآن بقت فيها صناعة الزراعة، يعني عندهم مشاكل بتاع التربة، خصوبة، مياه، أي كل المشاكل اللي ممكن تخلهم يتدخلوا في الجانب الصناعي، لكن في السودان ما زالت الأراضي بكر، ما زالت المياه نقية كما تنزل من السماء، فهذه يعني أطبط على المنتجات السودانية صفة إنها تكون أورجانيك، صفة إنها تكون متميزة، ميزة مطلقة في بعض المنتجات وميزة نزية في منتجات أخرى. لكن زي ما ذكرت يا أستاذ ناهد، المعيق الأساسي في سياستنا بتاعت الصادرات، سياسة الدولة تجاه الصادرات معيقة ومعوقة لمنتجاتنا وبتخليها ما تكون ذات قيمة ومردود عالي. طيب المعايير وتطوير ورفع معايير الصادرات البستانية السودانية. نعم، الصادرات السودانية صراحة من فترة طويلة يمكن كل الحكومات اللي تعاقبت على السودان وكل الوزارات اللي تعاقبت على السودان ما كان عندهم رؤية واضحة صراحة لأنه كيف يصدروا بصورة علمية مدروسة. فالآن عندنا في وزارات مختصة زي وزارة التجارة والتموين، زي وزارة الصناعة، زي وزارة الزراعة، زي في وزارات مختصة غير وزارة المالية نفسها وبنك السودان. فهذه المؤسسات الاقتصادية اللي يسموها مؤسسات القطاع الاقتصادي في مجلس الوزراء، فهذه المؤسسات من المفترض يكون عندها سياسة واضحة تدعم الصادرات، وفي الصادرات نفسها تحدد
عندنا منتجات معينه احنا متميزين فيها، مثلا زي الصبغه العربي، السودان بينتج 80% من الانتاج العالمي. فهذه المنتجات صبغ عربي، مانجو، السودان فيه اكثر من 250 نوع او صنف من انواع المانجو، يعني ما موجود في اي دوله من دول العالم. ففي منتجات بعينها اذا تم تبنيها بصوره واضحه من قبل الدوله ووفروا لها البيئه بتاعت انتاج صالحه، ووفروا لها مواعين بتاع التخزين والتعبئه والتغليف بصوره علميه ودقيقه، ووفروا لها يعني شركات او مؤسسات بتاع التسويق بصوره واضحه، قطعا بيكون عائده كبير جدا. مثلا زي مصر دوله جاره بالنسبه لنا، بتلقى وزاره التجاره والتموين بتاخذ المنتجات من المنتجين، يعني هي اللي بتشتري، بتحمي المنتج، هو لما ينتج بضاعته مش بيقول له خلاص سعرها نزل والاسعار انهارت ويفلس، لا، بتاخذ منه المنتج وهي اللي بتعمل ري باكينج له وبيصدر، وبالتالي قيمته تكون اعلى وبتكون حمت المنتج وفي نفس الحين حمت الصنف ومشى بقيمه اعلى يعني، ومشى ببراند يعني في علامه تجاريه واضحه يتصدر بها. فنحن صراحة السياسة الاقتصادية تجاه الصادرات ما واضحة تماما لنا كاقتصاديين، ما واضحة تماما، لأنه الوزراء اللي بيجوا مشغولين بقضايا أخرى خالص ما عندها علاقة بتشجيع الصادرات وتقليل الواردات ومعالجة الاختلالات اللي تحصل في الميزان التجاري. والله انت فعلا جيت زي ما بيقولوا ما طعنت في الظل وانما في الفيل نفسه، هي واحده من المشاكل اللي هي السياسات. ولكن كلمنا عن ضروره الاهتمام بالقيمه المضافه للمنتجات السودانيه، ودي طبعا كان موضوع مهم او موضوع مهم ناقشناه وقبل ذلك اعتقد في بعض الحلقات. جميل، طبعا موضوع الفاليو اد ده من اهم المنتجات، واحسن انه يعني لما تشوف مصنع ولا معمل تضيف قيمة لمنتج زي منتج المانجو مثلا، بيعمل على تجفيفه أو تحسين في طريقته، بيزيد في عمره الافتراضي وبيزيد في شكله، وبالتالي بيصدروا، هذه اسمها القيمة المضافة. القيمة المضافة بالنسبة لناس الحسابات وكده لما تقول لي قيمة مضافة يعتبروا ضريبة القيمة المضافة، لكن لا، القيمة المضافة عندنا في الاقتصاد اللي هي إنك بتغير في شكل المنتج الأولي. يعني المنتج اول ما انتج من المزرعه ولا من المصنع انت بعد ذلك بتحتاج تضيف له يعني تغير في شكله. التغيير في شكله هذه اسمها القيمه المضافه، وبالتالي بتلقي لو لاحظت مثلا زي الصبغ العربي او اي منتج يخطر على بالك بتلقاه هو كرو ماتيريال او كمنتج اولي قيمته قليله جدا، يعني كماده خام قيمته قليله جدا، لكن اول ما تطفي عليه بعض التغييرات اذا عملت بس اعاده تعبئه له او دخلت في ضفت له منتجات اخرى وبالتالي اصبح منتج جديد، مباشره قيمته تتغير تماما. اذا كان الكيلو من الصبغ العربي الان في الابيض بتشتريه ب 5000 جنيه، لو اضفت بس طحنته خليته تكون باودر وعملت له تعبئه وتغليف وخطيت له باركود وعلامه تجاريه، ممكن الكيلو تبيعه ب 50000 من 5000. فالقيمه صناعه القيمه المضافه للمنتجات بتحويلها من منتجات خام لمنتجات كامله الصنع ولا جاهزه للمستهلك النهائي، وبالتالي بتعزز من قيمتها، يعني منخلي ارباحها تكون عاليه ومنخلي قيمتها للمستهلك، يعني مباشره المستهلك ممكن يتناولها بصوره نهائيه. فدي الممكن نحن نتكلم فيها، اللي هو منتجات السودانيه الان في كثير من الدول بتلقاها منتشره كمواد خام. قبل شوي انا كنت في سوق هنا الان في الرياض، دخلت بتلقى منتجات موجوده، كرتديه على قلنا الدوم او كل المنتجات الغذائيه السودانيه الاورجانيك بتلقاها هنا، لكن رو ماتيريال مواد خام تفصل لحد ما وصلت هنا ومعروضه في السوق مواد خام، يعني ما مضاف لها اي قيمه مضافه، يعني ما حصل لها اي تصنيع ولا اضافوا لها اي شيء. فهذا بدني قيمه صادراتنا وبخلينا دائما وارداتنا اعلى من الصادرات، اللي هو الميزان التجاري دائما عندنا احنا بالماينس. طيب اهميه البحوث الزراعيه في لصادراتنا شنو؟ طبعا هي مراكز البحوث مطلوبة في كل المجالات، في الزراعة وفي الصناعة وفي كل شيء، لأنها بتخليك تنقل تغانات إضافية.
يعني ممكن تستطلع تغارات في دولة تانية تعمل لها كوبي أمبس، أو ممكن تجيب خبراء تخطهم في المركز المعين يدربوا لك ناس في وزارة معينة أو كذا. فالمراكز بتاعة البحوث ومراكز تقديم الإشارات الاستشارات هذه اللجنة الأولى تجاه تطوير صادراتنا، تجاه تطوير الزراعة، تجاه تطوير الصناعة، تجاه تطوير أي حتى الكادر البشري، المورد البشري بتاعنا لازم يستند على مراكز بتاعة الاستشارات. هذه مهمة جدا، هذه اللجنة الأولى. من غير مراكز استشارات، من غير خبراء، نحن لو بنتكلم عن تطوير بنتكلم عن آمال وتطلعات. صراحة لازم تكون في مراكز نستند عليها، وهي تخوض خطط تستشرف تجارب بتاع الدول تقدمت وتعمل لها كوبي بيست عندنا، وبالتالي نحن نقتدي بها ونلتزم بها. دكتور برير، احنا بنعرف كثير من المعوقات او المشاكل او الصعوبات والتعقيدات اللي بتواجه الصادر السوداني، يعني الكثير يشكون من تعدد المنافذ، ما في نافذه واحده، وانما في تطوير بيروقراطيه، سياسات زي ما انت ذكرت في البدايه هي غير واضحه، يعني المصدر بيتعب جدا في انه هو يوصل منتجه للاخرين، في حين انه هو بعايد. احنا عايزين كيف نطور من المؤسسات الرسميه او الجهات ذات الصله في الاهتمام بهذا الجانب، خاصه في تطوير الصادر السوداني، وأكيد تعظيم العائدات. إحنا عايزين عائد يدخل البلد بصورة جيدة. نعم، بالتأكيد كلام زي ما بنقول في السوداني في الصميم، يعني كلام منطقي إنه المصدر السوداني. تتخيلي صراحة إنه حتى المصدرين الآن السوداني، أنا بعتبرها دي إشراقات ودي مجهودات فردية تثمت ويشكر عليها في ظل غياب السياسات، في ظل غياب الحماية، في ظل غياب يعني سيناريو واضح من الدولة. يعني الناس تلقى شخص يجتهد بنفسه يعمل له مصنع أو يعمل له مشغل ويحاول يصدر ويحاكي النماذج الموجودة في دول العالم. دي خطوة جريئة ومهمة لرجال الأعمال ورواد الأعمال، مفروض الناس تشكرهم عليها وتحفزهم عليها. يبقى المعضلة زي ما أنت ذكرت حتة مشكلة النافذة الموحدة، وصراحة يمكن إعلاميا بنسمع من سنين إنه خلاص كل الإجراءات بتكون في نافذة موحدة، يعني تجي مبنى واحد تلقى فيه ناس الجمارك، تلقى فيه ناس الضرائب، تلقى فيه ناس الاستثمار، تلقى فيه ناس كل الجهات المنوطة بإنها تمنحك التصديق، لكن ده ما حاصل فعلا. استل الشخص اللي عاوز يعمل إجراءات بتاع الصادر ممكن يجري أكثر من شهر عشان يطلع إجراءات بتاع يكمل المستندات اللي بتأهله إنه يصدر. ما زالت المشكلة موجودة، ما زالت المؤسسات الدولة في جزر معزولة، يعني بتمشي وزارة الصناعة ربما ما تقابل الشخص وربما يطلب منك أشياء بعد أسبوع تجي تكون الطلبة منك أصلا ملغية ما مطلوبة، وتمشي وزارة التجارة ربما ما تقابل الشخص وهكذا. يعني موضوع النافذة الموحدة، احنا بنتكلم عنها في السودان الان، الناس النافذة الموحدة بيجت في الجوال. في اي دولة انت بجوالك بتقدر تدخل على ناس الغذاء والدواء، تدخل لهم التصاميم بتاعت منتجك اللي عاوز تصدره، وبيدوك الكونفيرميشن وتدخلها للجهات المختصة، وانت في مكتبك او في بيتك مكان انت موجود بتكمل اجراءات الصادر ولا اجراءات الوارد تبعك. يعني محتاج تمشي تجيب قدام الموظف وتتكلم معه، يعني اصلا بعيدين فعلا. رغم السودان بالمناسبة من الدول المتقدمة في الاتصالات، انترنت موجود، وسائل الاتصال موجودة، لكن للأسف الشديد هذه الوسائل ما مستغلة كما يجب. شكرا دكتور، والله أفدتنا إفادة كبيرة، شكرا جميلا لك يا أخي، شكرا للكلام الجميل ده. شكرا دكتور برير العريس، ونتمنى لك إن شاء الله يعني زي ما بقولوا زواج سعيد. إن شاء الله لخمناك يمكن بموضوعنا وأنت تتجهز الآن لليوم المنشود. شكرا لك ومبروك عليك إن شاء الله. رأيك أستاذ عبد الرحمن فيما قاله الأستاذ برير، هو طبعا خبير اقتصادي في هذا المجال. هي حقيقة في مشاكل في الصادر، في مشاكل في الإجراءات، وما هي المعيقة الأساسية في الصادر؟ دي من وجهة نظري، هي دائما بيكون في حلول، دائما بتلقى حل في الإجراءات بتاعت الصادر. يعني أنا كيف أطلع مستنداتي، كيف أطلع الورق بتاع الصادر، كيف أعمل الحاجات دي، أكيد عندك استاف، عندك ناس شغالين في اللوجيستيك بيعرفوا يمشوا مرهم ورق ورقه. لكن مشكلتك الأساسية مثلا من أكبر المشاكل اللي هي اللوجيستيك، أنا كيف أنقل المنتج بتاعي ده أوصله مكان ما أنا أصل في الزمن المحدد وبنفس جودته دي مشكلة كبيرة جدا وعانينا بها من بدري. قفلوا الشارع، فتحوا الشارع، البواخر جات، البواخر البهائم نفغت في الباخرة، يعني حاجات
حاجات كثيره جدا. ومن ضمن الحاجات برضو اللي هي فعلا مشكله والدوله يعني ما منتبه ليها او كخدمه تقدمها او حاجه تعملها، اللي هي البحث العلمي، البحث والارشاد. انا بتطور بالبحث، بتطور بالعلم، بتطور انا كيف يكون عندي مجموعه من الدكاتره او البروفيسورات. الحمد لله البلد فيها خبر، خبرات كبيره، خبرات الكبيره دي استدعيهم حتى من الخارج الموجودين ما شويه. كيف انك تدعمهم وتوفر لهم البيئه المناسبه اللي هم يشتغلوا لك، يطلعوا لك العلم اللي عندهم، يطوروا. كثير من التطوير شفناه خارج السودان، طوروه ناسنا وطوروه سودانيين. استاذ عبد الرحمن، تتكلم عن الحاجه دي وهي كانت موجوده في السودان، مصانع السكر في السودان غيرها من المصانع كان موجوده، الارشاد، البحث العلمي، الناس كلهم ممركزين في مكان واحد، المدراء ساكنين في كله في سكن واحد. نعم. يعني المدراء والموظفين وحي الماء البركس مثلا للعمال. نعم. ما الى ذلك كان في كل زول شايف شغله زي الخواجات. احنا ماشيين ورا، كانت في البحوث الزراعيه، في مدني، كانت يعني لحد الان موجوده مباني زي الخواجات سيستم، موجوده مبانية. ونحن برضه كمان محتاجين لتفريق ناس كويس. نعم. ومحتاجين لناس يشتغلوا عملي عشان يفرقوا لنا. الناس الان بيدرسوا، بس نرجع ورا نحن، الناس بيدرسوا نظري كويس وما ما في تطبيق. حتى الطلبه اللي هسه قاعدين يدرسوا نظري دي محتاجين، ما دام احنا عندنا بيئه زي دي، ما دام عندنا موارد زي دي، ليه نحن ما نشتغل عليها؟ مفروض نحن كنا عندنا، كان في ورشة عمل في جامعة الخرطوم كلية الزراعة شنبات قبل شهر ونص وكده، كانوا الطلبة البستانيين أو طلبة كلية الزراعة عاملين برنامج بستاني عن المانجا وكذا. مع كل أسف لقينا حتى المعلومات اللي عندهم يعني معلومات قديمة، يعني ما كانت معلومات متجددة كويس. حتى ما في ابديتنج، ما في تطبيق، تطور في الفكره، ما في تطبيق للحاجه. انا خريج بستاني، خريج مهندس زراعي، يعني حتى قدمنا لهم انهم يجوا يزوروا المزارع، يشوفوا الحاصل، يتعلموا مع المهندسين الموجودين معانا، مع الناس، على اساس هو لما يتخرج على الاقل عنده نسبه كبيره من المعلومات تاهله انه يبدا ويكون هنا وكبير لعالم كبير لحاجة تستفيد منه البلد. يعني نحن المنقى دي قاعدين نديها للمواشي، والله فعلا يعني شفت المنظر ده ولا ما شفته؟ ما حقنا يعني، هي ما للدرجة اللي بيحكوها انها بتاكل ان المواشي في مناطق الانتاج، قد يكون في مناطق الانتاج البعيدة قد يكون، وماشي كبير يسكر يعني ما كميات كبيرة هي اللي بتاكل المواشي، ما كميات كبيرة، لانه المنقى اساسا في خرطوم ما رخيصة، يعني المنقى بحد ذاته عشان تصل الخرطوم كيف؟ مشكلة في النقل، مشكلة في الإجراءات والقباية في الطريق، الطرق نفسها مشكلة، الطريق ذاته مشكلة، الوقود أكبر عائق وأكبر مشكلة. إذا كان عربية من أبو جبيها عشان توصل الخرطوم بتصل ما يعادل ألف وشوية دولار، يعني دي قروش كثيره كايجار لمنتج ده كله، والوقود كل يوم بسعر. طيب انتم عندكم خبره متراكمه في هذا المجال، يعني ما خبره بسيطه، وكثير من المشاكل الموجوده طرحتوها اكيد قبل كده على كثير من المسؤولين في انكم تتفادوا، ولكن ما زالت هذه المشاكل موجوده، ما زالت هذه المعوقات موجوده، منها النقل ايضا الجوي يعني، والتعامل مع الشركات الطيران في انه المنتج يسافر او اذا كان عن طريق السفن او ما الى ذلك. لكن كثير احنا يعني واحده من المشاكل انا كثير احنا انا ابراهيم استقبلنا عدد كبير في خلال السنه فاتت وفي هذه السنه ناس في مجالات اخرى بيشكوا من مساحات للبضائع اللي بتكون موجوده فيها اللي هي في الانتظار للسفر وما الى ذلك، بعض المشاكل، الخطوط الطيران، السياسات اللي متقلبه في السودان ممكن تمنع كثير من انه مطار مقفول بتاع ما مشى بتاع قفلت الشارع قفل، دي مشاكل مرهقه. انا بفتكر والله بصراحه اللي بيشتغل زيكم في المجال ده بجازف حقيقي. هي نحن اول حاجه عشقا للمجال، وده بقى مجالنا ودي دنيتنا كلها، يا هو في الصادر وفي الصادر البستاني بالذات، ونحن مخدين الموضوع كرساله، او نحن لينا دورنا، يعني احنا عندنا فرصنا نشتغل في دول كثيره في الشغل في قطاعنا ده وفي القطاع البستاني. حتى بنناقش الان في سفريتنا دي هنا موجودين، بنناقش ننشئ محطه للتعبئه والتغليف في السعوديه وللتصنيع المانجا في منطقه جيزان، يعني يجيكم خام
يجينا خام وننتج من المنتج الوطني المحلي بتاع المملكه اللي هي جيزان بتنتج حوالي 65 ألف طن من المانجا. فنحن دلوقتي مع بعض الاخوه السعوديين بنتشاور في كيف نحن ننقل. طيب استفادة السودان وين حسب ننقل استفادتنا ما دام في برضه في حاجه، انت ما دام خدمت غيرك ونقلت تكنولوجي ونقلت فهم عندك برضه في النهايه الكلام ده بيجي مردود من ناحيه ثانيه، بيبقى في تعاون في تبادل معلومات في كذا. لكن ارجع بك لمشكله المطار، معلش ممكن نرجع لها بعد الفاصل؟ جدا نرجع لها بعد الفاصل، المطار ده مهم جدا، كبير مشكله كبيره. اذا بعد الفاصل نواصل في موضوعنا اليوم وموضوع حيوي يعني ما بعيد من سهرانين. سهرانين معكم دائما بالاجمل بقضاياكم اللي بتهمكم. مشاهدينا الاعزاء رجعنا لكم بعد الفاصل، وقبل الفاصل تكلمنا عن الصادر بشكل كبير وسمعنا هاتف تلفوني كمان برضو مع دكتور برير. المطارات يعني المنتجات بتشيل حيز كبير جدا في المطارات، وخصوصا بيكون بالطيارات، ونحن عندنا فرصتين اللي هي المطار والباخره. نعم كويس. الباخره قد تتاخر ما توصل المنتج طازة، كيف بتتعاملوا مع المطارات؟ كيف بتتعاملوا مع ناس الطيران؟ أو ما هي مشاكلكم معهم؟ مشاكلكم معهم شنو؟ هي في أصناف عمرها قصير زي ما بقول الشيلف لايف بتاع 4 أيام 5 أيام، زي الورقيات الملوخية البامية بالذات. البامية من ضمن الأصناف الأساسية البامية، ونحن نمتاز بها في السودان من نتيجة 12 شهر، وكان فتحين أسواق كبيرة مع أوروبا وكان شغالين في البامية شغل كويس، وبدينا مع الأسواق العربية. الكارثة كانت المطار، وسبب توقفنا من الصادر المانجا أو البامية لأوروبا أو للدول العربية كان السبب مشاكلنا في المطار، اللي هي مشاكل كثيرة جدا. بداية المشكلة كانت بتكون في شنو؟ تعطيل مثلا، عدم توفر الفراغات أول مشكلة، أو المساحات للبضايع، الفراغات اللي في الطيارة عشان أيوة. تلقي سبيس، تلقي طياره مباشره سي انا داير اشحن لندن هيثرو، انا لازم امشي اسطنبول في الاول، بعد كده امشي هيثرو، ما حقدر امشي مباشر، يمكن اسطنبول البضاعه لاي ظروف تتاخر يوم يومين. يعني ما طياره بضايع هي؟ ما بضايع هي، في طيارات الكارغو موجوده الشارتر دي. أيوة. الشارتر دي بتطلبها بيكون عندها ترتيب معين، لكن ديبندي انه الطياره بتشيل 40 طن، انا ما ممكن اصدر 40 طن باميه لوجهه واحده. بتكون كثيره، وانت ذاتك عشان تجهزها برضو بتكون مشكلة. ممكن يكون معاه منتجات ثانية، يعني مثلا مانجا، عندك بامية. نعم في طيارات مشكلة بيجي فيها الشمام حسب مواسمه، وكان في شغل زي ده في السودان وكان كبير، كان بنمشي لهولندا وكانت شغالة، لكن الأسعار كانت موافية. كان في دعم من بنك السودان لشركات الطيران الموجودة في السودان، كان نحن بنشحن بالعملة المحلية، بنجي عاوز طن للرياض، اديت طن الرياض ب 80,000 جنيه سوداني. 80,000 جنيه سوداني لما تجي تعديلها تلاقيها رقم بسيط، ده حكومة السودان أو بنك السودان ملزم يحاسبهم بالسعر المعلن في البنك اللي هو وقتها كان 4 جنيه و5 جنيه في وقتها يعني. فبتكون العملية موفية مع الخطوط الطيران وموفية مع الشركة المصدر، وده كان نعتبره نحن دعم من الحكومة للشحن الجوي. بعد تعويم الجنيه رفعت الدولة إنها تدعم أو تحاسب شركات الطيران بالسعر التأشيري اللي كان موجود في الأول، فالأسعار اختلفت. نحن كان بنشحن الطن ب 80,000 للرياض، وصل الطن للرياض ب 600,000، فكان الفرق كبير، طلعنا برا المنافسة من ناحية التكاليف. ثاني عدم توفر الفراغات ذاتها في الطيارة، أنت عاوز تشحني لفرنسا ما تلاقي فراغ عشان تشحن، ما تلاقي طيارة ماشية فرنسا، حتى لو لقيت تلقي الأسيوبية عن طريق، تلقي دي عن طريق، ما في طيران مباشر. بالإضافة لأسعار الشحن، كنا بنشحن لأوروبا الطن ب 800 دولار، الآن الطن لأوروبا ب 3200 دولار. فبتلاقي إنك تحسب تكاليفك إنه ما مودي أنا. طيب ما في ناس تانين عندهم صادر، يعني كلكم تتعاونوا كده وترسلوا مع بعض يعني منتجات تانية
وانت شغل تنافسي سهل انا ولاعب مثلا سهل. وانت انا عندي منتج نعم ممكن لكن غاليه حتى غالية. علينا احنا الثلاثه غاليه سعر الطياره بيقى غالي يعني طيراننا كان مدعوم رفع الدعم عنه اكيد اثر طيب احنا يعني اثر يا استاذ ابراهيم بقت التكلفه عاليه يعني كان تشحن طنبه 800 دولار الليله عاوز تشحن ب 3200 دولار حتى لو جبت تشارتر او جبت كذا فتلاقي التكلفه برضه مرتفعه ما تقدر تنافس استاذ عبد الرحمن احنا حنجي نتكلم اكيد طبعا لما نجيب سيره المطار طالب اتذكر التخليص انا دار اسمحكم حاجه لكن ما حسمحكم حيسميكم عصام محمد نور معنا يا سلام لكن ايوه لكن احنا قصدنا في هذه السهره لانه الموضوع يهم السودان والسعوديه الاثنين لانه احنا عندنا شخص الان هو في شغل مع المملكة العربية السعودية ندعمه تماما في هذا الجانب وفعلا لمصلحة البلدين لذا كانت هذه السهرة حنسمع الوصية عصام محمد نور ونجي راجعين تاني ونشوف التخليص لأن الجمرك ده كده عايز له عمالة متمرسة تخليص وقصص يلا بعد الفاصل وصية جميلة جدا عصام محمد نور إبداع في الغناء والأغنية جميلة أوعك قلبي تنسى وصية خلاص هذا اللي إحنا دائما بنتكلم عن إنه فعلا يا قلوب ما تنسوا دائما الناس اللي معكم معنا عبر الهاتف الأستاذ راجح عزنوب الحربي رجل أعمال من المملكة العربية السعودية مدينة الرياض أهلا وسهلا بك أهلا بك أستاذ راجح عزنوب الحربي يا مرحبا السلام عليكم ورحمة الله سعيدين بسمع صوتك والله والله وأنا أكبر يعني لنا معزة خاصة ترى وإحنا نعز السودان وأهل السودان تسلم إن شاء الله يا رب المنتجات السودانية نتكلم اليوم عن صادرات السودان ما بين العقبات والوصول للعالم دارين نشوف رأيك في المنتج السوداني مباشرة أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صراحة بلد السودان بلد يعني زاهر بالخيرات ومعظم المنتجات اللي تصدر من السودان بتكون بجودة عالية كبيرة وهذا الشيء جربناه في المملكة العربية السعودية طبعا أنا عندي شركة غذائية اسمها محصول هذه الشركة بستورد الخضار المجمدة والفواكه المجمدة والفواكه الفريش من برا السعودية فوجدنا أنه السوق السعودي يعني جدا جدا متعطش للفواكه والخضار ذات الجودة العالية اللي بتيجي من السودان طبعا في الآونة الأخيرة ما شاء الله تبارك الله السودان يعني وصل إلى مراحل كبيرة في مراعاة المنتج السوداني وجودة المنتج السوداني لدرجة أنه أخذ حيز وأخذ مكانته بين الدول وخاصة في السوق الخليجي سوق المملكة العربية السعودية والخليجي عام صراحة من أحد المنتجات وصلنا اللي هو المانجو السوداني احنا استوردنا ماركة سودو فروست من ولاية الخرطوم فكان يعني قبول السوق له جدا كبير ومتعطش له فأخذ حيز صراحة بين المنتجات الأخرى فهذا الشيء مما جعلنا نركز أنه مستقبل المنتجات السودانية حتكون واعدة وحتكون ما شاء الله لا قوة إلا بالله تأخذ حيز كبير في السوق السعودي وكنا حابين نعرف انت تحدثت يمكن الان عن انه المنتج السوداني قوي جدا وهل تعتقد انه ممكن ينافس لانه نحن نعرف يعني منذ يمكن اكثر من كم 30 او 40 سنه كثير من المنتجات من دول اخرى موجوده على كثير من البقالات والسوبر ماركت وما الى ذلك وكثير من المنتجات الاخرى ايضا ممكن تنافس السوق السوداني زي ما انت تكلمت عليه او المنتج السوداني هو قوي جدا هل ونحن نعرف طبعا اذا تحدثنا عن المانجو تحديدا نعرف انه مثلا في منطقه جيزان هناك عدد كبير جدا من اشجار المانجو اكيد
السوق الآن بالنسبة للمانجو كأنك واحد وأنت واحد من الآن تستورد أو تأخذ هذا الصادر، بتكلم عن إنه هل بتجد إنه هناك فرق أو ما منافسة المنتج السوداني يعني في السوق؟ أنا بتكلم في السوق، ما هو المنتج السوداني قوي، سهولة توصيل وقرب المحطة أصلا نفسها، قرب البلدين إلى بعض، علاقة السودان السعودية الشقيقة. ممتاز أختي، الله يحفظك وراك. صراحة يعني المنتج السوداني والمزارعين وأصحاب المصانع اللي في السودان بدأوا من حيث منتهى الآخرون، وجدنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله إنه تركيزهم يعني ماشيين على خطى يعني جدا متقدمة، بحيث إنه كل التكنولوجيا والأمور اللي انتهى إليها، مثلا نضع مثالا الدول الأوروبية هم بادين منها. عندنا فعلا صحيح عندنا مانجو في جنوب المملكة وبجودة عالية، لكن عملية أو طريقة توزيعه أو المحافظة عليه لأطول فترة ممكنة بقصد يعني مثلا تجميده ينقصنا هنا في المملكة العربية السعودية. فهذه اللي ما شاء الله لا قوة إلا بالله تخطوا المجال هذا في السودان، يعني ما شاء الله لما وصلنا المنتج السوداني إلى المملكة العربية السعودية فرض نفسه وأخذ أخذ مكانته. صحيح تكون المنافسة عالية زي ما ذكرتي، خاصة بعض المنتجات اللي بتأتي من دول أخرى مثلا من الهند أو من دول أفريقية أخرى، لكن المنتج السوداني ما فيه له أي إضافات، ما فيه له إضافات سكر، يعني شيء بيور ونقي ونظيف من النفر. يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يمكن أنت عارفة والإخوان عارفين أنه عندنا رقابة عالية على جودة الغذاء، خاصة مع هيئة الغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية. يعني مو أي منتج ممكن يأخذ لايسنس أنه يدخل للمملكة العربية السعودية إذا كان في أي مشاكل. بكل بساطة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فرض نفسه هذا المنتج ودخل المملكة وصار له طلب يعني ما بين التجار. وأنا أتوقع بإذن الله عز وجل إذا استمر السودان البلد الجميل البلد الرائع هذا في التقدم بالطريقة دي حيوصل إلى درجات عالية من فرض منتجاته على كل الدول إن شاء الله. أستاذ راجح، مشاريعكم لقدام شنو طموحاتكم؟ سمعنا رأيك في المنتج السوداني وده رأي جميل والله يا أخي وبطمئن يعني، لكن مشاريعكم لقدام شنو طالما انت شفتوا واحد من المنتجات؟ بكل صراحة احنا يعني كتجار، انا لست بذلك التاجر الكبير، انا على قولهم الحمد لله لنا في المجال هذا لنا فترة. اذا ربطنا التعامل مع السودان في المنتجات واخذنا منهم التقنية وتعاوننا، اكيد احنا بنطلع بمنتجاتنا ان كانت سعوديه او سودانيه تمام لاعلى المراتب. انا اتوقع انه لو وضعنا ايدينا في ايدي بعض تمام واتفقنا انه نرفع من قيمه منتجنا الداخلي ان كان في المملكه او السودان حيوصل لمراتب عليا وياخذ حيزه ومكانه من الكيكه الغذائيه اللي موجوده. وانت عارف الان الحمد لله المملكه من بعد ما انتهت يعني مشكلة الكوفيد 19 والمشاكل حقتها، بدأت الزيادة في عدد السياح والزيادة في الحج والعمرة، مما يجعل السوق متعطش للمواد الغذائية ككل. احنا ما بنتكلم فقط عن المانجو، احنا بنتكلم عن المواد الغذائية ككل. انا بستورد مثلا التوت من اوروبا، طيب احنا برضو بنستورد مثلا الموز المجمد من جنوب افريقيا. انت عارف الان لو تلاحظ في المملكة العربية السعودية ما شاء الله لا قوة إلا بالله في شركات عصائر وشركات غذائية يعني متعطشة للمنتج الجيد الممتاز اللي تقدمه لزبائنها بحيث أنه ترضيهم وتجعلهم يعني سعيدين. فأنا أتوقع حيكون في تعاون ما بيننا وبين شركات في السودان، وسبق أنه اتفقنا على نقل المعلومات وعمل مصانع بالاتحاد مع أخواننا في السودان وتسهيل كل العقبات بحيث كيف نرقى
زي ما ذكرت آنفا أنه نجعل منتجاتنا تنافس في السوق العالمي وليس الخليج أو السودان. ما شاء الله لا قوة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا صراحة أرفع القبعة لإخواننا في السودان، يعني رغم المشاكل ورغم العقبات اللي واجهوها، لكن هنالك أبطال، هنالك جنود فعلا مخفيين، أبطال يجتازون و لكل العراقيل ويحاولوا بشتى الطرق كيف يرفعوا من اسم السودان بإيصال منتجاته للعالم ككل. إن شاء الله. ونحن معانا الأستاذ عبد الرحمن محمد مدير عام المركز السوداني لتعقيم الصادرات، عنده لك سؤال. حياك الله أستاذ عبد الرحمن. الله يخليك. صراحة يعني عظيم. الله يخليك. يعني غني عن التعريف. الله يخليك، شرفتنا اليوم في السودان 24 الآن، وحقيقة سعدنا بالكلام الطيب سمعناه منك، وإن شاء الله نتيجة كل الحوار وكل الكلام الدار ما بيننا أو الكلام اللي سمعناه منك الآن في سهرتنا دي إن شاء الله حيكون في تعاون إن شاء الله ما بيننا وما بين كل الشركات الموجودة هنا، يرجع العائد بتاعها للمنتج السعودي وللمنتج السوداني. نحن بنكون أكبر داعمين للمنتجين في البلدين إن شاء الله، المنتج المزارع البسيط المنتج في السودان والشركات أو المزارعين المنتجين في جيزان، إن شاء الله نحن نكون سبب في إنه منتجاتهم بتتسوق بطريقة أفضل ويكون عمره أطول وتنتشر في كل أسواق العالم إن شاء الله. إن شاء الله بيننا علاقة تجارية. عبد الرحمن صراحة علاقة تجارية مثمرة نقول. نعمل بالطريقة التي عملتم بها، ألا وهي أن نبدأ بما انتهى به الآخرين. نعم، وتكون علاقة تجارية مثمرة إن شاء الله بين البلدين وتفيد كل الأطراف بداية من المنتج حتى وصولا الى المستهلك ان شاء الله. باذن الله. شكرا لك استاذ راجح عزنوب الحربي رجل الاعمال، كنت معنا اكيد، شكرا لك كثير جدا، نلتقيك ان شاء الله في مساحات اخرى وقد تكون معنا في يوم ما ان شاء الله بالاستوديو، اهلا وسهلا بك. هذا كله للفائده التي تعم البلدين، وهذا احنا طبعا ما قصدنا به في هذه السهره انه نحن نتحدث عن ما يخدم، ما هي ما احنا حنطول حنقول مشاكل، اكيد في اشراقات واشراقات بين البلدين والعلاقات قويه ومتجذره بين السودان والمملكه العربيه السعوديه. حنسمع اغنيه برضه ونرجع نتواصل في حديثنا. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وأكيد الوطن غالي وفي نفوسنا دائما، والأغنية جميلة حقيقة. عايزين نتكلم عن حاجة بسيطة، إبراهيم حيجيكم لحاجة كده عايز يتكلم فيها، لكن بس عندي حاجة صغيرونة اللي هي نخليها حاجة التخليص الجمركي ضمها مع سؤال إبراهيم. لكن أنت لما ما هو أنتوا تكلمتوا عن حاجة اللي هي إذا كان القنوات الرسمية فشلت في انها تستوعبني انا كمستثمر او كمصدر للخارج، اكيد انا حاجة للهروب. هذا ما واحده من المشاكل والتعقيدات المواجهه السودان، العمل الرسمي اذا لم يكون بكل ما انا يرضيني انا كمصدر ويريحني كمصدر واقدر اودي منتجي، اكيد حالجا للاساليب او الطرق البديله المشي بها شغل تهريب. ايوه نعم، او حاجات اسرع. نعم. مالي ومال عذاب مانجا ولا جوافه تتقطع وتتفرم، يلا فهمتني يعني؟ لا فهمتي، هو تقصير الدوله موجود، ما في زول بيقدر. نحن هي نحن عندنا مشاكل كثيره، مشاكل كثيره اللي بتحلها الدوله، ما بنحلها انا، ما بحل المواطن يعني. ما بحل المواطن يعني، احنا شغل شغالين في السودان يعني كثير كثير سمعناها يا جماعه اللي بتعملوا فيه ده شغل دوله، لكن احنا الدوله ما عملت، نعمل شنو؟ نقعد ننتظر؟ في خامات كثيره متوفره، في حاجات كثيره موجوده، نحن وسط الاجواء دي، وسط المعيقات الكثيرة، مطبات كثيرة موجودة ومفاجآت أكثر، يعني أنت تكون شغال بتطلع لك مفاجآت كثيرة، يعني أنت لو ما بتعرف تتعامل مع المطبات وما بتتعامل مع المفاجآت ما جاهز لها، أكد لك أنك في السودان ما حتقدر تشتغل. وهربوا كثير من المستثمرين الوطنيين، خير سيبك من مش للعمل الهامش السريع. نعم. اشتغلوا سماسرة، اشتغلوا حاجات كثيرة، سمسرة بيت تلفون بس، ولا في داعي للعذاب ده. المعيقات دي بتخلينا نضطر انه نعمل مصانع برا ونكتب عليها صنع في المنطقة الفلانية برا، يعني بنودي منتجنا. نعم. كخام. انا داير اعرف انك انت بتستفيد من بقايا الليب ده شنو؟ المانجا دي ما. نعم. هي فيها كمية من الحاجات. نعم. انت حسي انا جبت لنا الليب
نعم بتاع المانجا. وين الباقي؟ الباقي نعم احنا بنستفيد منه في شنو؟ عندنا هي المانجا فيها القشره بتاعتها وفيها بتتكون من القشره واللب بتاعها والبذره بتاعتها هي النوى دي. نحن بنطلع القشره وبنطلع النوى. القشره بتتجفف بتستعمل كعلف فيها نسبه بتاعه بروتين عاليه تحللت تستعمل علف للابقار وعلف للماشي الضان بالذات. شو الفائده دبل هسي؟ الفائده دبل. انت ما استفدت من الويست بتاعك اللي هو اساسا المشكلة اللبن واللحم ممتاز. نعم. عندك ثاني حاجه البذره، البذره متعاقدين مع كبير الناس مشاتل اصحاب المشاتل بيجي يشيلوا البذره دي بالكميات باسعار زهيده جدا، وبعض الاوقات ما قاعدين ناخذ فيها قروش انك فنظف لك المكان عشان لك الويست بتاعك اللي هو انت عشان تشيله في حد ذاته مشكله. ثاني حاجه فيه صادر بتاع النوى، البذره دي بتطلع منها زيت، الزيت ده بيستخدم في شغل بتاع الكريمات والمستحضرات التجميل. فوائد غيمه هسه، فوائد غيمه حقيقه. يتزرع في الشجر في بلد ثانيه؟ يتزرع؟ لا ما في بلد ثانيه بيتزرع، يتزرع في السودان. في السودان ممكن تعمل منه زرار لبدله ابراهيم دي، ممكن يتعمل زراير في دول بتعمل زراير يعني استفاد منه يعني. يمكن هو العظم بتاعه شكله لونه حاجاته ممكن يبقى منه حاجات كثيره. نحن حقيقه جاتنا طلبيات من الصين بدري انهم كانوا عاوزين البذره دي بتاعت المانجا انها نصدرها اليوم، لكن وقتها لما طلبوا مننا ما كان عملنا المصنع، ما كان عندنا كميات كبيره. هسه بتودوها وين؟ هسه محليا للمشاتل الفتره الاولى دي شلنا بتتزرع، بتتزرع واتعملت كميه من الشتول، مثلا ملايين من الشتول في الفتره اللي فاتت، ناس كثيره كميات كبيره شالت منها. ده ما بيزيد لك الرقعه الزراعيه وتوفر الشتله وتوفرها بسعر اقل وسعر هادي. طيب تعدد الرسوم، واحده من المشاكل رسوم هنا ورسوم هنا ورسوم هنا، وبعدها مشكله التخليص قبل ما عشان ذكرنا من ايوه حكيت ممكن الواحد يميل منها، عشان كده يقول لك خلاص خليني ارجع واخذ راسي اشتغل غير هامش شغل هامش. الحمد لله لحد حد ما رفعنا الرايه، ولو رفعنا مناضل يعني في الجانب ده والله بنحييك حقيقه، ما معروف لمتين يعني، لكن لا ناظر نحن اصحاب قضيه يعني. الموضوع صادر البستاني بالنسبه لنا ما بيزنس وبس، ده هدف، دي قضيه، دي حاجه ربنا ادانا فيها علم وادانا فيها فهم، فشايفين من حق البلد علينا ان احنا عرفنا ده نوطنه جوا ونعكسه ونجاهد وسط المعيقات الكثيره، وسط القرارات من وزارة مالية من غير قرارات كثيرة. أنت راضي الآن؟ راضي عن الصادرات؟ لا عن ما راضي؟ لا ما راضي. ولو أي سوداني قال لك أو مصدر سوداني قال لك راضي يبقى ده ده تحدي جميل جدا. أنا أفتكر أنه جهدي جبار أنكم تصلوا المرحلة دي، ورسالة لكل مستثمر أنه يحاول برضو ينتج في أصعب الظروف، لأنه لما إن شاء الله تفرج وتكون السودان يبقى بتيجي بتكون صح. بعد ذاك اسهل، ونفرخ ناس ثانيين كمان كثير كثير واجيال كثير بتطلع. ايوه اتمنى انه كمان برضه انتم اهدافكم لقدام تكون كبيره اكبر من كده، وشكلكم عندكم خطه لقدام اهداف رؤيه مشاريع نظر رؤيه للسودان عامه في كل اغاليمه، وكل اقليم بيتميز بحاجاته. ونحن الحاجه الاجمل لو جينا اتكلمنا في المانجا، المانجا عندنا موسمها في السودان حوالي 9 شهور. 9 شهور موسم بيبدا من ولايه لولايه من ولايه لولايه لحد ما نهايه شهر 9 بيجي في الولايه الشماليه، ولايه جنوب كردفان، ولايه جنوب كردفان، ولايه دارفور، وسط الخرطوم، وسط الجزيره، المفازه، غرب. فالحمد لله عندنا موسم، عندنا موسم طويل نقدر نستفيد. طيب في منتجات سريعه، منتجات موسميه زي الطماطم، الباميه نعم كويس. الطماطم دي يعني احنا عندنا يعني في تجربه في السعوديه هنا عن البيوت المحميه ونجحت زراعة المائيه بشكل كبير نعم. جدا احنا ليه ما ننقل التجارب دي هناك ونجيب طماطم ما دام ارضنا واسعه وعندنا مويه، ليه ما ننقل التجربه دي وتصدروا كمان طماطم؟ موجوده الطماطم، موجوده البيوت المحميه في السودان، لكن بترجع ثاني للتكاليف. التكاليف عندنا عاليه، الكهرباء مشكله، الطاقه، الكهرباء يوم في يوم ما في، ويصادف اعداد كثيره ما في، مشاكل بتاع الطاقه، اسعار الديزل مرتفعه. حسب تطور التكنولوجيا الاخير ده يعني بيقول الناس بيشتغلوا بالطاقه الشمسيه. نعم ودخلت عندنا بيقولوا بتكروا حياه ثانيه. الطاقه الشمسيه بدات عندنا بتوسع،
لكن احنا حتى حوجتنا للبيوت المحميه والزراعه المائيه حوجتنا لها في فتره بسيطه من السنه، ما طول العام. نحن هو بالبيوت المحميه انت بتكيف الجو، يعني الجو سخون درجه الحراره برا 47 45 انت عاوز تخليها جوه البيت المحمي كم 20 عشان تعرف تزرع طماطم كانك موجود في فتره الشتاء ويكون فيها انتاج. يعني عندنا فتره الشتاء ما في حوجه للبيوت المحميه، لكن الفتره بتاعت الصيف. طيب استاذ عبد الرحمن باقي لنا دقيقتين نلم الموضوع كله كده عشان نديك الفرصه دي، لو في حاجه ما سالناك منها او حاجه فاتت علينا او حاجه نفسك تقولها قدامك الكاميرا تفضل. حقيقه نشكركم اول حاجه انكم استضفتونا وعكستوا الحاجه الموجوده في السودان. غير ناس كثير ما عارفين الحاصل، ما عارفين عن الناس بتعمل في شنو او بتنتج او بتنتج شنو. لكن نجاح الصادر عموما بالنسبه للاسواق العربيه، الجاليات السودانيه ما شاء الله موجوده باعداد كبيره في كل دول الخليج، في مصر، في كل الدول العربيه اللي حوالينا. ديل ليهم دور، لهم سوق، ولهم دور سوق، ولهم دور، ولهم نجاح، ولهم دور في نجاح المنتج السوداني. يعني سوقهم زاد، يعني بالبلدي كده قالوا البكب حرروه اهله. فالقصه دي يعني انا كسوداني مشيت في السوبر ماركت لقيت منتج سوداني حشيله طبعا، انا حشيله داعم، داعم ما بكون انا داعم للشركه اللي صدرت اولا، انا داعم اولا للانتج، الراجل اللي قاعد في جنوب كردفان، قاعد في دارفور، قاعد في النيل الازرق، قاعد وين، وطعم بلدي، وطعم بلدي، وطعم بلدك، وانت حاجاتك لبلدك انا دعمته أكيد. ونحن دي الحاجه اللي بنقولها لكل سوداني برا، لقيت منتج سوداني اتعامل معه واشتريه، ولو عندك اي ملاحظات فيه واي عبوه بتلاقي فيها تلفونات، بتلاقي فيها كده، اتصل وقول وانصح، ابقى رغيب على كل مصدر. كلمة صغيرة لقيته للسعودية، نحن بنتكلم عن انه العلاقة بين البلدين الازلية، المنتج ده فايدته للسعودية، فايدته للسودان او اي منتج سوداني يعني، بس في دقيقة يعني. نحن دلوقتي في المانجا بحكم السودان وبحكم خبرتنا في المانجا، بفضل الله عندنا خبرة كبيرة جدا فيها، وعندنا ناس بروفيشنال محترفين في مجال المانجا، في زراعتها، تربيتها، حصادها، تعبيتها، تصنيعها. الان نحن في تعاون ما بين شركتين سعوديات وشركات سودانية في إنه يكون في تبادل، في تبادل في المعلومات، تبادل خبرات، تبادل في الخبرات، استثمار مشترك ما بيننا ليكون في منتج من نفس المانجا موجود في السعودية، وهم يتوسعوا معانا برضو في السودان، نتوسع في أعمالنا، يكون في استثمار مشترك ما بين البلدين، بتفيد بالنسبة للمنتج السعودي وبالنسبة شكرا لك السوداني. شكرا لك كثير، شكرا لكم، شكرا لك انك انت زلم اتحديت كل الظروف الصعبه وقدرت وصلت للمرحله دي، شكرا لك، وشكرا لكل الناس اللي معاك. امتعتنا جدا والله الليله، سهره جميله جدا بطعم المانجا. كان ناخذ الاغنيه لون المانجا دي بتاعت البلابل الجميله، ناخذ المره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله يكون عندنا امتداد للسهره دي، سهره ثانيه، ونشيل ناخذ فيها صوت المانجا، وناخذ راجح معاك على اساس ناخذ الجانبين. نعم. وان شاء الله سهل. والعمل ده حقيقه اجتهدوا فيه، ده مجهود لناس كثيره يعني. شكرا لهم، شكرا لك ولهم التحايا، وشكرا لمشاهدينا الكرام اللي تابعونا من بدايه السهره وجونا في نص السهره، شكرا لكم تابعونا كل يوم سهرانين معاكم انا وناهد. ده كان موضوع سهرتنا لليله، حتى نلتقيكم غدا ان شاء الله في نفس الموعد. شكرا لك ناهد. شكرا لك، وشكرا بطعم المانجا زي ما قلت، شكرا لضيفنا الكريم داخل الاستوديو، شكرا اللي كانوا معنا عبر الهاتف الاستاذ راجح والدكتور برير، شكرا لكم اعزائي المشاهدين. حنختم مع النصري ان شاء الله، الى لقاء غدا باذن الله. ان شاء الله.